امبارح بيتكلم عن الرعاية، وكلكم أكيد المزمور ده يمكن بترددوه حتى في الأيام العادية. بيقول المزمور الكلمات دي، اللي حب يردد معايا ممكن تردد: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهدني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسيري، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. هاليلويا. يا ريت فريق الترنيم تفضلوا عشان نبتدي عبادتنا النهاردة، وندي المجد في كل ما هنعمله للرب الراعي. رب إلهنا أمين، إلهنا له عن في طرق، في رعاية، يرعانا، يقودنا، يمسك فينا، يدينا نعمة. الرب راعي وهو كفايتي، في مراع خضر يربضني، إلى مياه راحة يريدني، يرد نفسي، يرد نفسي، يتبعانني وبيت ربي أسكنه، خير ورحمة يتبعانني وبيت ربي أسكنه. وإذا سرت في وادي ظل الموت لا خاف شرا، لأنك معي، عكازك وعصاك يعزيانني، ترد نفسي، ترد يتبعانني وبيت ربي أسكنه، خير ورحمة يتبعانني وبيت ربي أسكنه، خير ورحمة يتبعانني وبيت ربي أسكنه، خير ورحمة يتبعانني وبيت ربي أسكنه. معرفش جوايا، تعالوا نردد الإعلان ده: خير ورحمة يتبعانني وأسكن في بيت الرب. ردد الإعلان ده جواك، وخلي الإعلان ده النهاردة والسنة الجديدة اللي انت داخل فيها 2024 يكون ده شعارك، انه خير ورحمة. كل الحاجات اللي حصلت من 2023 و22 و20، زي ما انت شفت كده، خد منها الحاجات الكويسة وادخل فيها لغاية سنة جديدة، واعلن المزمور ده على حياتك: خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب. إلهي كده شايف، هاليلويا، إلهي شايف احتياجي، إلهي عارف إزاي يتعامل معايا، وأنا داخل سنة جديدة، سنة راحة. قول كده جواك: السنة الجديدة مش زي السنة دي،
لو انت السنة دي تعرضت لحاجات مش كويسة تعذبت فيها، وللسنة الجديدة دي خير ورحمة. السنة الجديدة دي هتكون خير ورحمة، اعلنها كده بصوت مسموع، السنة الجديدة سنة خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي. مش هكون في وادي ظل الموت. لو السنة دي مشيت في وادي ظل الموت، والسنة دي مشيت في وادي الألم، والسنة دي مشيت في وادي المرض، السنة الجاية مش هتمشي في وادي ظل الموت ولا هتوقف في وادي ظل الموت، لأنه الرب هيديك سنة جديدة اسمها سنة خير ورحمة تتبعانني كل أيام حياتي. راحتي يا رب حقا إن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما. هللويا. راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بالزمان. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرت غوايا منك عوني والأمان. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرت غوايا منك عوني والأمان. ثابت قلبي يا ربي، ثابت يا صخرتي، رافع عيني إليك، منك تأتي قوتي. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرت غوايا منك عوني والأمان. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرت غوايا منك عوني والأمان. قوة في الضعف صار منك يا رب الحبيب، يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كلما خرت غوايا منك عوني والأمان. أطلب من أخويا سامي بدون ميوزك. شعر الترنيمة دي فيها قوة غير عادية، لأنه هسأل سؤال كده، السنة دي أو السنين اللي راحت هل حصل معاك خيبة أمل في حاجة معينة؟ عايز المقطع ده رقم 3، قوة في الضعف فاضت منك يا ربي الحبيب، يا رجائي يعمل إيه؟ أنت تشفي حينما القلب، لما يبقى خيبة أمل. مش عارف أخويا لو يقدر يقولها الكلمتين دول بصوته الحلو، قوة
رقم 3 الآية رقم 3 أول الفيرس ده ونصلي بكلمتين بعدها ونكمل تسبيحاتنا. بس عايز الروح وروح الله يشوف قد إيه في وقت من الأوقات إحنا كلنا مرينا في ظروف صعبة، كلنا محتاجين ثبات، كلنا محتاجين صخرة، كلنا محتاجين علينا تكون عليه. هللويا، مجدا ليك يا رب. قوة في الضعف فاضت منك يا رب الحبيب، يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي كل آن، كلما خرت قوايا منك عوني والأمان. يا رب كل ما تخور قوانا كن أنت يا رب السند لينا والقوة لينا يا رب. كل مرة قوانا خارت، كل مرة شعرنا يا رب أنه إحنا مش قادرين يا رب نكمل، مش قادرين نوقف يا رب، مش قادرين يا رب نمسك سلطاننا، ولعينا يا رب حاجات بتتعبنا، ادينا نعمة، ادينا نعمة، ادينا نعمة. كلما خارت قوايا بنرجع نقف يا رب من جديد، ونقف ونسبح ونصلي ونتهلل بيك انت يا رب. تعال يا رب وامسح كل دمعة من كل قلب خارط قوى، من كل قلب تعب، من كل قلب معية، من كل قلب ممكن يكون ما شافش الناس، ما شافتش التعب اللي جواه، لكن انت شايف يا رب التعب، انت شايف الروح اللي جواه مليانة لكنه خابط قواه وخارط قواه. يا رب احنا عايزين نكمل بالتهليل يا رب، احنا عايزين نقول لك يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك. ربي يسوع انا جاي اسبحك، فحول حزني الى فرح، حول رمادي الى رداء تسبيح، شيل من جوايا كل اعياء يا رب، واديني نعمة وانا بسبح اسمك في اسم يسوع. هاليلويا. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. في واحدي حبك من جودك أنهل، في وحدي حبك من جودك أنهل. الله حبي أنت مرادي، أنت الخليل رب الفؤاد. أنت الخليل رب الفؤاد. رؤياك ربي تملأ قلبي أمان، حضنك أسبح طول الزمان. رؤياك ربي تملأ قلبي أمان، في حضنك أسبح طول الزمان. فيا لقلبي كالرقي في حبك أبحر، يا لقلبي كالرقي في حبك أبحر.
الله حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد الله حبي أنت مرادي أنت الخليل يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح وحدي حبك من جودك أنهل في وحدي حبك من جودك أنهل الله حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد حبي أنت مرادي أنت الخليل رب الفؤاد أسأل سؤال صغير يعني إيه يتهللوا؟ لا كان قال يفرحوا هو قال يتهللوا ما قالش يفرحوا يعني الكتاب قال كده عن يسوع فيسوع تهلل بالروح يعني إيه تهلل بالروح؟ يعني إيه هلل بالروح؟ يعني فسرته المية بالمية يعني إيه هل يعني إيه هو بيقول هلاهل يعني يسوع قال هلاهل في حاجة اسمها الفرح في الروح غير الفرح في الجسد فرح بالجسد ده ممكن يظهر عليك لما تروح مكان تفرح فيه احتفال تروح جواز تروح في مكان لكن التهلل بالروح معناها روحك وانت جاي تعبد مليانة فرح روحك مليانة نار بتدخل محضره تلاقي روحك كده بالوحدها بتضحك روحك لوحدها فرحانة بسبب انه هو موجود في المكان ده معنى يتهلله يسوع تهلل بالروح يعني روحه كانت فرحانة روحه كانت مليانة روحه كانت كده طاير من 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 يعني بالمعنى الدارك كده كأنه بيرقص في الروح ده معنى أنه أنا بتهلل عشان كده التنمية الجاية بتقول ما فيش غيرك يعمل إيه يشبع النفوس عاشت جعانة ويفجر من الصخرة مياه لقلوب مين ده اللي بيعملها أنت يسوع هللويا عايزين نشد في التمرينتين الجايين دول لانه في قوة كده في حضوره تهللوا بالروح مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانة ويفجر من الصخرة مية القلوب عطشانة مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانة فكر من الصخرة مية القلوب عطشانة انت يسوع امبارح واليوم وبكرة الجاي طامن وعودك إلهنا الحي امبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن وعودا إلهنا الحي إلهنا الحي مفيش غيرك يشفي من الضعف ويدي قوة ويطلق من الأسرى جيوش بتهتف لاسمه مفيش غيرك يشفي من الضعف ويدي قوة يخلق من الأسرى
بيشبه اسمه انت يسوع. تفضل يا يسوع تحقق الأحلام اللي منها التحام. مر الأيام وتفضل يا يسوع تحقق الأحلام اللي منها التحام اللي منها التحام. مفيش غيرك يهدم أساس أقوى السجود يملانا بالتهليل وفرحنا في مضمون. مفيش غيرك يهدم أساس أقوى السجود يملانا بالتهليل وفرحنا في مضمون. أنت يسوع امبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن وعودك إلهنا الحي. امبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن وعودك إلهنا الحي. امبارح واليوم ضامن وعودك إلهنا الحي إلهنا الحي. هللويا هللويا. عارفين أكتر حاجة عايز يعملها العدو في المرحلة الجاية إنه يخليك تحت أساسات سجون، يحصرك كده بسجن، سجن المرض، سجن العدم الغفران، سجن المرارة، سجن الجروح الداخلية، بيحاول يخليك كده سجن الكآبة. هو بيحاول يحصرك تحت السجون، بيحاول يخليك مقيد تحت أنا ضحية، أنا متألم، أنا مش قادر أكمل، أنا مش قادر أعيش باقي حياتي. لكن الترنيمة دي بتقول لك كلمة جميلة جدا، امسكها واطلع فيها النهاردة. الترنيمة دي بتقول لك ما فيش غير واحد يقدر يعمل إيه؟ يهدم. يلا معايا، يهدم أساس أقوى السجون، أقوى السجون. معرفش السجن اللي أنت ممكن تكون النهاردة فيه إيه، لكن أنا عارف اللي يقدر يهدم السجن ده، اللي يقدر يملك بالفرح وبالتهليل. آخر مرة فرحت كان إمتى؟ آخر مرة رفعت إيدك وسبحت من قلبك إمتى؟ آخر مرة وقفت كده قدامه وقلت له يا رب أنا في أعمق نقطة في حياتي، في ضعفي، لكن أنا واقف كده بسلطان وبرفع ايديا وبقول لك يا رب انت صالح. شايف مش شايف نفسك في اللي انت فيه، شايفه هو اللي مسيطر على اللي انت فيه. عشان كده الترنيمه بتقول ما فيش غيرك يهدم، ما فيش غيرك، لا انسان ولا ملاك ولا اي مخلوق يقدر يهدم حاجه اترمت عليك. اللي يقدر يهدمها ويغير لك حياتك هو واحد بس. يلا تعالوا نقول اسمه كده، انت يسوع. انت كده مين عنده صوت هنا عالي اعلى من صوت سامي؟ كلكم اعلى من صوت سامي. سامي اوطى صوت فيكم. تعالوا كده نقول له انت يسوع، انت يسوع. تعرف كل مره بتقول انت يسوع انت بتعمل ايه؟ انت بتفك اعمق سجون، لانه مكتوب كل اسم يكثو قدام اسم يسوع. يلا ناخد كده 15 ثانيه بس كده، ارفع ايدك قدام الرب وقول له انت يسوع امبارح واليوم وبكره الجاي. انت ضامن وعودك، انت ضامن مستقبلي. لو العدو قال لك مستقبلك مهدد، لو انت في البيت مستقبلك مهدد، لو انت في العمل مستقبلك مهدد، لو انت في اي مكان شعر انه بكره مش كويس، قول له يا رب انت ضامن بكره،
انت ضامن وعودك. الهنا الحي. هاليلويا، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. كم واحد يجي على الرب يقول له قلبه حنين، حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير. هاليلويا. قلبه حنين، حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير. خطايانا مدوا فدانا نعمة غنية وحب كبير. قلبه حنين، حبه يبين ان صليبه ده كان تكفير. خطايانا مدوا فدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها صوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو وجالنا أوان. قلبه وعوده إن وجوده تملي معانا أمان وسلام. وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو وجالنا أوان. قلب وعوده إن وجوده تملي معانا أمان وسلام. سر حياتنا لهو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا لهو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة هو الله، هو بروح عطانا حياة. مدى علينا وبعدنا بينا مرسى وشط وملك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة، دعنا الموجة ونعلى معاه. نادى علينا وبقلنا نينا مرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة، دعنا الموجة ونعلى معاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. عنده حرسنا وإيد توسينا وهيعدينا لحد سماء. مهما الغربة تمنينا صعبة، ارسي المركب وحر الله. انت حرسنا وإيد توسينا وهيعدينا لحد سماء. مهما الغربة تمنينا صعبة، ترسي المركب وهنلقى. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة.
هللويا هللويا. عينه عليك من بداية المشوار لآخره. ركز كده معايا وفكر في كلمتين اللي حيقولها. عينه عليك من ساعة ما تولد لساعة ما تمشي. الرحلة دي اللي انت ماشي فيها هو عينه عليك. بتعمل ايه عينه عليك؟ عين تحرسنا. طب ايده بتعمل ايه؟ لو انت بنص السكة كسرت وقعت تألمت تعرضت لأي نوع من الاحتداء في حياتك، بيقول حاجة مهمة جدا، وإيد تواسينا وحيعدينا لحد سما. مهما الغربة، في حد هنا شعر نفسه غريب؟ كلنا هنا كلكم غرباء في الكنيسة؟ كلكم بعرفكم يعني مش حد جديد. بالضبط، احنا هنا غرباء ونزلاء، لكن احنا ايه؟ اهل بيت بيت الله. عشان كده لو انت في غربتك تعرضت لاي موقف صعب، افتكر كلامي اللي بقوله قدامك ده. في الغربة عين تحرسك وايد تواسيك، ولو انت تهت هيسيب التسعه وتسعين وهيدور عليك، ومش هيرجع الا لما يلاقيك، ولما يلاقيك مش هياخدك من رقبتك ولا من ايدك ولا هيضربك ولا هيضايقك ولا هيحاسبك، هو هيشيلك على منكبيه، هو هيحضنك ويخليك زي الطفل المدلل. ده كلام مهوش بس كلام كتاب، ده كلام اختبار لازم تصدق فيه. مفيش حد هنا ما اكتشف في ظروف صعبه، لكن ايد الرب كانت تواسي وعين الرب كانت بتحرس. امين امين. ربنا يبارككم. شكرا لفريق الترنيم. بصلي انه ربنا يدينا نعمه كمان في مشاركه صغيره.